الشعر او الديستريبيشن الالكتروني نفس الطريقه او طرق متناظره لتوفير حسابات عندي في كميه كبيره جدا. كان نتذكر مع بعض ديستريبيشن التار وديستريبيشن الهيد واوديو نص ايفن بجيب الفوريير ترانسفورم النص كلوز بجيب الفوريير ترانسفورم بعدين بضرب النص الثاني بايش؟ بدبليوز ماشي الحال بعدين ايش بسوي؟ بقدر احول قيمه بعطيني اكس الصفر فضربناها بعطيني القيمه الاولى من المجموعه الثانيه اللي اكس الاربعه وجي واحد مع اتش واحد بعطيني اكس واحد ورقم اكس خمسه بعد اثنين وسته واخيرا ثلاثه وسبعه تمام؟ بعدين ايش بسوي انا؟ بكرر العمليه هنا بكرر العمليه ايش؟ ها عندي اربع نقاط بكررهم العمليه بعطيني ايش؟ الايفن للايفن للديزيز هذول بركبهم صفر واحد اثنين ثلاثة فالايفن هنا مش هيكون الصفر والاربعة هذول هيكونوا اثنين ونص بركبهم صفر واحد اثنين ثلاثة الصفر والواحد هم واحد وخمسة والاثنين والاربعة هم ايش؟ ثلاثة والسبعة بجيب ودي اختي لنقطتين ودي اختي لنقطتين وبضرب النص اللي هو ايش؟ اللي تحت ايش؟ اللي هو عبارة عن كاف اللي هي القيمة هذول هيكون جي جدال جي 0 وجي 1 جدال هذول اكس 0 واش 1 جدال هذول في دبليو بكمل النقطة هنا بجيب انا الاربع نقاط تمام؟ وبعدين ايش بسوي؟ بجيب انا النقطتين نفس العملية بقسمهم مجموعتين بضرب واحدة فيهم في دبليو وبجيب معهم ايش؟ وبضرب في دبليو وبجيب معهم تمام؟ بضل ايش هم ناخذ مثال مين البس لباس يعني هي هو كان بنبدا في موضوع جديد هو كان في عن طريق الدفاع بحصل على قاعد ايش ماله مرتب كيف بحصل على تقديم الانبوت يا شباب؟ كيف بحصل على تقديم الانبوت؟ عادي اللي هو زي ما سوينا هون اللي فات كان سهل لانه اربع نقاط عندي الان صفر واحد اثنين ثلاثه شو بصير؟ بعدين عملنا ايش؟ ريفيرس ونحولها لغايه ايش؟ عشان اجيب ترتيب الانبوت بس انا بعمل شفلنج الانبوت بعمل شفلنج معاه هذول ايش مع بعض؟ اكس 0 مع مين؟ مع اكس 2 اكس 0 بتساوي 1 و1 بتساوي 3 تمام؟ هاخد 2 مع مين؟ 1 مع مين؟ 1 مع مين؟ تمام؟ بعدين ببدا بنقطتين ببدا بايش؟ نقطتين الاولانيات بقسمهم للنص النص الاول بضرب ايش في دبليو 2 4 مش مشكله للباور ايش انا بديت هنا نقطتين دبليو 2 للباور 0 طبعا 3 في 1 لانها هي حاجه للباور 0 1 بتعطيني ايش؟ 3 وايش حسوي بعدين يا شباب؟ حجم مع وطن حجم مع ايش؟ 1 زائد 3 4 1 ناقص 3 ناقص بعدين نفس العملية يعني اثنين ما بتروح في ايش؟ في دبليو اثنين انا عنصرين في الجسم. فايش بصير انا عندي؟ اثنين زائد ايش؟ اثنين ونقطة اثنين زائد اربعة ايش تعطيني يا شباب؟ اثنين زائد اربعة اللي هو ايه؟ ستة واثنين ناقص اربعة ناقص صار عندك كم نقطة هنا؟ اربعة بين نقطتين مجموعة هذه اربع نقاط. الاربع نقاط بقسمهم لمجموعتين، مجموعة بخليها زي ما هي والمجموعة اللي تحت بضربها في ايش؟ دبليو 4 0 بعد بضربها في ايش؟ دبليو 4 1 تمام؟ دبليو 4 0 ايش تساوي؟ 1 1 ايش هذا هو 0 1 دبليو 4 1 كنت تعودنا على ايش تساوي؟ سالب جي صحيح؟ كيف سالب جي بقول اي؟ سالب جي 2 باي على ايه؟ على 40 يساوي اي سالب جي ايش؟ 1 يساوي ايش؟ ناقص 9 يبقى الكلام ايش بتساوي؟ سالب جي فانا كاني بضرب يعني 6 في 1 وبضرب السالب 2 في كم؟ سالب جي بحسب هنا على 6 وهنا بقول لك كيف ايش؟ 2 جي بدها تطلع زي ما هي 4 وهنا بتطلع زي ما هي ايش؟ سالب جي تمام؟ وبعدين ايش هساوي؟ حجم القيم المتناظره واطرحها من بعض ونخلصها تمام؟ انا عندي انا 6 زائد 4 10 و4 ناقص 6 سالب 2 عندي انا ايش؟ ناقص 2 زائد 2 جي تمام؟ وطلع
Todo es muy cool, ¿sabes? Muy bien. ترتيب هيك بطلع مرتبة، يعني أنا ببدأ مش مرتب بحصل على مرتب، أو ببدأ مرتب بحصل على إيش؟ على مش مرتب هو ديستيميشن إن فريكونسي، يعني بصير صار إنه ميز بيناتهم أنا سألتك ديستيميشن إن فريكونسي ببدأ مش مرتب ومش الحال ببدأ المجموعة الكبيرة، يعني ببدأ بقسم المجموعة الكبيرة لمجموعتين، هذا ديستيميشن إن فريكونسي، ديستيميشن إن تايم ببدأ مش مرتب وبقسم ببدأ من إيش؟ مجموعة صغيرة من عنصرين بعدين بصير 4 8، ماشي عشان أميز أنا احنا يا شباب في المساق هذا بدأنا من البداية قلنا الإشارات الأنالوج بقدرش تتعامل معها في الأنالوج فشفنا شابتر واحد كان بيتعلق بإنه كيف الإشارة من الأنالوج للدسكريت عملنا سامبلينج بعدين بعملنا كوانتايزيشن بعدين بحولها عملنا كودينج باينري وبخزنها وبتعامل معها بالدسكريت وش الشروط اللي لازم السامبلينج ثيوريم عشان أحول من تايم ل كونتينيوس تايم للدسكريت تايم كونتينيوس فاليو للدسكريت فاليو شفنا ليها انه السامبلينج ثيوريم ايش بتحقق لما بقدر اعمل فول ريكونستراكشن للسيجنال
بنعمل غير مشاكل، بينما الكوانتايزيشن بيضل موجود عندي في هنا. بعدين شفنا الليفل اللي بعدها انه هي مجموعه الشبات اللي بعدها كلها مجموعه من الادوات الرياضيه اللي بتحول لي من تايم لفريكونسي وبالعكس، سواء كان انا بتعامل مع كومبلكس سيستم يعني بالشكل العام اللي هو الزد ترانسفورم، او بتعامل مع سيجنالز وسيستم. فاحيانا بس بالغالب مع سيجنالز اللي هو الفورير ترانسفورم. طبعا لما بدينا من الفورير ترانسفورم بدينا بنفس الاساس اللي هو الكونتينوس، ولقينا انه الفورير ترانسفورم بدل الديسكريت بيطلع معايا للاسف كونتينوس فانكشن هو اس اف اوميجا. فاضطرينا نعمل ترانسفورم جديد هو الاخير عباره عن ايش؟ سكريت تايم، سكريت تايم فورير ترانسفورم او سكريت فورير ترانسفورم، بس سكريت في التايم او سكريت في الفريكونسي او سميناها اكس اوف كي. كلها عباره عن كلها مجرد ادوات رياضيه. عندي ايميج بحول من تايم لفريكونسي وبالعكس، او الصوره او اشاره من السنسور وما الى ذلك، بعملها مانيبيليشن وبرجعها بالعكس. الان السيستم اللي بيعمل هذه المانيبيليشن هذا جزء ثاني، هو عباره عن سيستم له اشاره سيجنال في المساق. هذا اخترنا نموذج من السيستم الاكثر انتشارا اللي هو نظام الفلتر. طبعا الفلتر عندي موجود عندي سواء كان عندي عمل مع ايمج بروسيسنج عندي فلاتر، طاقه اتصالات عندي فلاتر، في الباتر ريكوجنيشن عندي فلاتر. نظام الفلتر يعني لما تروح هتلاقي حالك تبدا في ايش؟ فلتر. تمام؟ طيب ايش هو الفلتر؟ لغة واصطلاحا ايش الفلتر لغة؟ انا مش زي داود السياسة كبير مش بعد كده هذا من نحو كده. ايش الفلتر لغة؟ طيب يعني لا الفلتر مش الفلتر عشان مش السيسي بقول وانا بركب فلاتر على الكلام اللي بيطلع مش الكلام اللي جوه السيستم حاسب على الكلام اللي هو ايش؟ اللي بره السيستم خصوصا في حاله سيئه. الحاجه الحسنه انت بتكسب حسنه على اللي هو النيه الحسنه، بس النيه السيئه لما بتنفذها انت بتقول تكسب الوزن تبعك. فالفلتر بشكل عام هو عباره عن نظام منقي زي فلتر الميه، فلتر القهوه، بتاخذ الشيء اللي بدك اياه والشيء اللي بدكش اياه ايش معناه؟ بتشيله. ماشي الحال. هذا هو ايش؟ اسم الفلتر. بينما هو عندنا في الهندسه احنا الفلتر بشكل عام هو عباره عن جهاز كهربائي له مدخلين، مدخل ومخرج، وعباره عن زي بوابه تسمح لدخول بعض الاشارات بينما تمنع بعض الاشارات الثانيه، حسب مين معاه جواز على فيزا بيقول تفضل عدي، مين معهوش الفيزا بيقول له ايش اطلع له، عشان حنبين هذا اللي هو ايش؟ نظام الفلتر. طب مين بيحدد مين معاه السماحيه للدخول؟ مين معهوش السماحيه للدخول؟ هو البان تبع الفلتر. الترددات الانبوت هي اللي بتحدد اذا انت موجود ضمن الترددات المسموح لها بالدخول بقول لك الفلتر ايش تفضل انت مسموح انك تفوت عندي، واذا انت مش موجود ضمن النطاق المبرمج عليه الفلتر سواء كان الفلتر برمج او هاردوير حيقول لك انه لا انت انا اسف انت مش مسموح تفوت على هذا السيستم فضلك على البوابه او ايش. وهذا رياضيا احنا ايش بنعبر عنه؟ الاشاره اللي انا بدي اياها تفوت شو اسوي فيها؟ بضرب هذا قيمه ثالثه فبدي واحد يعني بضلها زي ما هي. اذا اكس ان ضربتها بواحد فعلى الاوتبوت ايش؟ اكس ان. واذا بديش اياها ما انا هستفيد ايش؟ بضربها بصفر. ضربتها بصفر ايش بصير؟ بصير صفر بتطلع على الاوتبوت مصفر. ماشي الحال؟ فالان يعني هو عباره عن ايش؟ نظام الفلتر الايديال فلتر بيساوي ايش؟ بضرب في واحد او بضرب في ايش؟ بالصفر. هو زي ما حكينا بدي اياها واشارات انا بديش اياها. كيف اصمم الفلاتر في الديجيتال؟ في انا من يمكن مش عارف شغل الكاميرا باخذ شويه فلاتر وين بدوائر الاثنين، عباره عن الفلتر بشكل عام عباره عن ايه؟ عباره عن دائره كهربائيه مكثفه يعني الكهرباء ما بتقدرش تجيب الكهرباء الان. عباره عن كيف مثلا الفلتر انا بدي اياها حاجه زي هيك الفلتر من الدرجه الاولى مكثف وايش؟ وماشي الحال. هذا عباره عن لوبس فلتر. كيف ممكن احفظ انه جوا السنتر ولا لا؟ شو ثاني؟ ورجع ثاني التردد صحيح؟ عارفين انه كسر الترددات الصغيره ايش ماله؟ واحد على صفر اوبن سيرز، معناته ايش في نمبر بطلع الارض زي ما هو مسموح الدخول بضرب واحد. اذا كان هذا الميجا انفينيتي هتصير هذا عباره عن ايش؟ واحد على انفينيتي شورت سيركل. فالارض كان بضرب ايش؟ صفر. فالانبوت اللي عندي بغض النظر ايش هو؟ تطلع صفر الكهرباء.
مرة تسمح بدخول لمين؟ لوبكس. لوبكس. هذا كان نظام كهربائي. بس أنا ممكن أحول الدابة هذه معايا لإيش؟ لمعادلة وأبرمجها على الأرضية مثلا، أنا بصير عندي نظام اللي هو إيش؟ أتحول من أنالوج لإيش؟ لا ديجيتال، ويسمح لي بدخول لإيش؟ لا ديجيتال. وعشان أحول لهذا لازم إيش هي؟ الترانسفر فانكشن، يعني على الأقل آخذ إيش؟ والإنبوت. والأساس الأساس إنه أبدأ أنا بالترانسفر فانكشن، إما بحولها لدائرة كهربائية أو بحولها لإيش؟ للسوفت وير. طب لما نشوف طرق الديزاين بتاعت الفلتر بدي اعمل تصنيف للانظمه السيستمز بشكل عام. عشان ليش طبعا بدي اعمل التصنيف هذا اللي انا بدي احكي عنه الان؟ لانه كل تصنيف له طريقه مختلفه بالديزاين في الفلتر. هنبدا في ايش؟ نبدا من وين التصنيف نبدا هذا؟ نبدا من اتش اوف ان. نبدا التصنيف من وين؟ اتش اوف ان. تمام؟ ماله؟ ضل ماشي لما النهاية، فالفاينايت اللي انت كنت فيها
ايش كان باص ريسبونس. انا شفنا الفرق الاساسي بيناتهم انه هذا اكشن بارتي لو بتبدا من نقطه بتخاطر سمطه مش حابب انا ما بدي اعمل في الوضع ماشي امامها هنا اكشن بارتي اللي بضل ماشي ايش الى لا شوف الفروقات الان احنا يعني باقي المحاضره بنشوف الفروقات بين الفاينات والانفينيت والمره الجايه بدي ابدا ديزاين بواحده من هدول وبعدين انا بدي اعمل ديزاين باستخدام الطريقه الثانيه او النوع الثاني من السيستم وش الفروق كان وش الفروق كان. فلو بدينا احنا من الفاينايت لانه سهل اجيب له الاتش اوف زد. طبعا هذا السيستم عباره عن ايش حيكون؟ اتش اوف ال والله سميت انا بي زيرو. كيف حيكون شكل السيستم؟ رمز زي هيك. هي هذول انا بس بترجم هذا الكلام لهن صحيح؟ مع انه وين؟ تمام؟ طيب لو كنت اجيب العلاقة بين طبعا هذه الصورة من صورة تمثيل السيستم هي ايش؟ هي باص ريسبونس. لو بدنا نجيب لها ديفرنس ايكويشن ايش بسوي؟ لو بدي اجيب ديفرنس ايكويشن ايش بسوي؟ بشيل الواي بشيل الاتش بحط بدالها واي وبشيل الدلتا بحط بدالها اكس. يعني انا عم بحسبي واي في ان ايش بتساوي؟ صح؟ احنا عارفين انه ايش هي العلاقه بين هذه وهذه؟ الاتش هي الام باس بتصير اتجاهها لما يكون الام باس ايش؟ ام باس. فانا من الطريقه الاولى بقدر اجيب الطريقه الثانيه ومن الثنتين بقدر اجيب ايش؟ ثالثه اتش اوف زد. حول هذا اتش اوف زد او جيب واي زد على اكس اوف زد نفس الحاجه. ايش حتعطيني؟ هذه بي زيرو زد اوف ان واحد. وايش حتعطيني؟ بي واحد زد ماينس تمام؟ طبعا مش موجوده هذه هنا. ايش؟ بي ام في مين؟ لو تعبنا عنها سمشن سمشن هذا لو عملنا عنها فور لوب يعني من كي بتساوي صفر لمين يا شباب؟ لا مش حيكون هنا بي ام في ايش؟ بي لا مش عامل كي بزد ايه ناقص بي عوض عنها كي بصفر واحد اثنين وبحصل من هذه المعادله على ايش؟ السيره العامه لمين؟ لايش هذا السيستم؟ فاينايت اختصارا لهذا السيستم بتصير ايش؟ اف اي ار واختصارا هذا ايش بسميه؟ اي ار تمام؟ نروح على السبوع الثاني ونشوف السيستم الكهربائي بشكل عام هو الاي اي ار سيستم. حقول يعني السيستم بشكل عام هو عباره عن ايش؟ محل الحاله الخاصه هذه يعني. السيستم الكهربائي بالاخر هو جنرال ديفرنس ايكويشن مش عليها شروط معينه. فنشوف الجنرال ديفرنس ايكويشن ونشوف ايش الفرق ما بين الاي اي ار ايش والامباير تمام؟ في اي نظام كهربائي بقدر امثله بمعادله تفاضليه، يعني هي مش معادله تفاضليه هنا معادله ايش؟ مش عارف شو العرب بيقولوا عنها ديفرنس ايكويشن. كيف؟ طلع نفس مش عارف بالعربي. فلو قلنا الشكل العام لها زي ايش نفرق السيستم عن اي سيستم ثاني؟ اكم من قديش الان هذه قيم الكوفيشنس المطلوبه في الواي قيم الكوفيشنس الاي بي هذه المطلوبه بالاكس وقديش اللي هي ايش؟ اعلى اوردر موجوده بالاكس واعلى اوردر موجوده بالواي هي اللي بتفرق ما بين السيستم والسيستم. بس كل الانظمه الكهربائيه الموجوده عندي اللي هي المعادله التفاضليه العامه لها بالشكل بقدر اعملها فيتنج بالصوره هذه. طيب لو بدي اجيب الزد ترانسفورم كيف ممكن اجيب الزد ترانسفورم؟ سهل. زد ترانسفورم عباره عن واي بزد على مين؟ اكس على اكس اوف زد. يعني كلهم هذول فيهم ايش؟ كلهم فيهم واي. بس قبل بقول عشان انا بدي الاوتبوت ناحيه والانبوت اللي يعني الواي في ان بدي اياها من ناحيه والباقي كله من ناحيه واللي دائما ايش؟ خلي هذه القيمه ايش مالها؟ تساوي. طب لو ما وصلتش واحد بخليها واحد ايش؟ انا عندي طرفين لو فسرت الطرفين عليها
تصور هذه 2003 نقسمها 3 خلص تمام. فانا من غير اي تغيير في المعادله الا من غير بقيم المعادله انه بقدر احصل على هذه ايش 1 من غير مشاكل. ثاني حاجه ايش بدي اسوي الان يا شباب؟ نجيب واي بزيرو. ايش بضل عندي هذا؟ واحد. ايش بضل هذا؟ زائد اي واحد في ايش؟ زائد اف 2 في زد ناقص 2 لحد ما اوصل لمين؟ اي ام في زد ناقص ام. نفس الكلام هنا خذ اكس بزد. ايش بضل هنا؟ بي 0 من هذا ايش بضل؟ بعد ما اوصل تمام؟ قسم لي الان الواي زد على اكس بزد، بعطيني مين؟ خلصنا، عشان هذا شو بعطيني هذا الباص؟ في المقام في العادة بتكون الآن أكبر من الآن في العادة يعني السيستم اللي هي مش فيها برصات أيضا لو الآن كانت أصغر من الآن بنحصل على إيش؟ السيستم على إمبالسز، الإمبالسز مش مربوط فيها فالعادة السيستم الرياليستيك بتكون الآن إيش مالها؟ أكبر من أكبر من إيش؟ من الآن ماشي الحال؟ طيب لو أنا السيستم هذا بدي أبسط أكثر من هيك ممكن أقول هنا إيش هذه؟ من كي تساوي صفر لمين؟ لأم بي اوف كي بمين؟ وهذا خليها على جنب مش مشكلة، زائد ايش سميشن من كي تساوي واحد لمين؟ لأم. هذا الشكل العام لأي سيستم اللي هو هذا السيستم بشكل عام هو عبارة عن ايش هذا؟ لآي آي آر انفرت انبرت ريسبونس ايش؟ سيستم. او حتى مش انفينيت او هاف ايجار سيستم، بس متى بحصل على هاف ايجار سيستم؟ يعني متى هذا السيستم بصير اف ايجار؟ لو قررناه بهناك لما يكون المقام هذا ايش ماله؟ واحد، او بمعنى اخر لما يكون قيم الاي هذه كلها ايش مالها؟ اصفار، تمام؟ فالاف ايجار وحاله خاصه من الاي ايجار لما يكون قيم الايز كلهم اصفار، طب ايش يعني؟ ايش يعني لما الاي تكون صفر كلها ما عدا هذه طبعا؟ يعني لو كان الصفر معناته فيش اوتبوت نهائي صحيح؟ لو هذا القيمه كان الصفر معناته الاوتبوت مش موجود تمام؟ ايش يعني لما تكون الاي كلها اصفار او اي مش كلها اصفار؟ طبعا انا بس بدي اسوي الان اكمل المحاضره بدي اوجد الفروقات الاساسيه ما بين هذا وهذا. بدي اوجد الفروقات ما بين هذا وايش؟ ايش اول فرق اخذناه؟ ايش اول فرق؟ انه انا اشوف الان ايش مالها؟ has finite duration تمام بالزمن يعني finite duration هاي ايش مالها هذه؟ has ايش؟ infinite duration صحيح؟ يعني بس ريسبونس لها اشوف الان ايش مالها؟ has infinite duration. السيستم الثاني انه لو طلعت لو كانت قيم في الاي هذه اصفار معناته ايش بصفي المعادله؟ لو كانت هذه اصفار معناته الاوتبوت الحالي الاوتبوت الحالي يعتمد على الانبوت الحالي والانبوت ايش؟ السابق لكن لا يعتمد على الاوتبوت السابق ماشي الحال؟ هذا مين؟ الاف اي ار سيستم. ثاني لما تكون الاي اصفار معناته الاوتبوت الحالي ايش ماله؟ ما بتمش على قيم سابقة للآوتبوت، بيعتمد بس على مين؟ قيم الإنبوت الحالية وإيش؟ والسابقة. بينما الآي آي آر سيستم بيعتمد على نفس الشيء بس إيش كمان بالإضافة له؟ الآوتبوت السابقة. فبقدر أقول إنه أنا اللي هي الأب آي آر سيستم هو عبارة عن نون ريكيرسيف سيستم، بينما الآي آي آر سيستم هو ريكيرسيف سيستم، مش يعني هذا الكلام. لو ناخذ مثال قلت لك هذا السيستم y of n بتساوي y of n ناقص 5 زائد x of n زائد x of n هي ناقص 3 هذا اي ار ولا اف اي ار؟ هذا اي ليش بعتمد الاوتبوت على ايش؟ على اوتبوت سابق، وبعمل اوتبوت
طالما ان الواي هاي ناقص 5 بقدرش اشيلها واحط بدالها اكس معناته هذا ايش باي باي ار سيستم معتمد على قيم سابقه للهاف زي ما اعتمد على هذا على الانبوت الحالي الانبوت السابق بس بعتمد برضه على الهاف انبوت السابق ايش صار السيستمين عندي ريكيرسيف سيستم ايش يعني ريكيرسيف يعني لو قلت لك جيب لي الاوتبوت عند المينا هتقول لي اسف جيب لي الاوتبوت بجيب الاوتبوت من 95 قبل صحيح لا من 95 يقول لا وبلش من 95 هذا جيب عند الـ 90 وهكذا بغض النظر لحد ما يكون عندي موجود اللي هو ايش واي او صفر مش حالي شغال للسيستم ايش هو الكيس عشان اجيب الاوتبوت ايش بدي اعمل بضل ايش اكرر في العمليه مره بعد مره لحد ما احصل على الار ثاني ايش يعني الكيس هنا انه انا ايش بدي لو واي 100 واي 200 ايش بيلزمني واي 100 ايش بيلزمني فيها 100 ناقص 5 ايش بيلزمني يعني الاوتبوت من 95 طيب السامي طيب قبل خمس ثواني عشان يجيب لي الاوتبوت طب رجع تاني قلت بدي اعمل 95 بدي اجيب لي قبل خمس ثواني 90 وهكذا وراني ارجع مشروع الكيرسر طبعا يعني عشان بيعرف اخر ايش بدي اسوي انا عشان اجيب الاوتبوت تبدا من صفر طب بدي اكرر العمليه بدي اقول عند الخمسه ولا عند العشره ولا 15 حيث بحصل على الاوتبوت النهائي هذا ايش معنى السيستم؟ ريكيرسر ايش يعني ريكيرسر بالبلدي؟ بيعتمد على قيم سابقة للأوتبوت. شو الأوتبوت الحالي بيعتمد على قيم سابقة للأوتبوت. بينما السيستم هذا لو قلنا واي اوف ان بتساوي اكس اوف ان زائد اكس اوف ان ناقص 3 بس. هذا ايش بعمل؟ الاف اي ار سيستم بيعتمدش على قيم سابقة بس بيعتمد على قيم سابقة للإنبوت مش على الأوتبوت. الإنبوت طبعا عندي دائما موجود السابق الحالي والسابق خزنه أنا عندي موجود. فبالتالي لو قلت لك بدي واي اوف 100 مش عندي أي مشكلة. اكس اوف 100 أقل كانت موجودات فايش بقول عن السيستم نون ريكيرسيف سيستم تمام هاي الفرق ايش الثاني طب الفرق الثالث ايش الفرق الثالث كل الناس بتفضل نفس الحاله اللي هذا السيستم له جذور للمقام له جذور من المقام صحيح طب كان جذر للمقام له عدد الان طيب المعادله هاي بالاخر هي الان ايش معناها؟ الدرجه الان فانه على الاقل ان من ايش؟ على الاقل ان ان من جذور ايش؟ طبعا اذا فيش اتصالات مع ايش؟ مع اللي هي الجسم مش عارف ان من جذور الاقوام زي موجوده عندنا طيب ماشي بينما الاف اي ار سيستم قلنا هذا ايش الاف اي ار سيستم بيكون؟ هذا كله كلام بيكون صفر في له جذور للمقام؟ في له جذور عند المقام بس وين حتكون؟ يا اما عند الصفر يا اما عند المال النهائي هتكون في فاينايت بوز ماشي الحال فهي اما صفر عند الصفر او ان المعنى فمعناته هذا ايش معنى السيستم؟ خلينا نحكي عن الباطا ايش؟ مالوش بوز مبسوط طبعا فيها يعني ده مالي مشكله لما عند الصفر عند المعنى ما فيش مشاكل بينما هنا ايش؟ هذا ايش بوز يعني الاكشن زد ده بوز وين ايش؟ الاكشن زد من مثل ما دول بس عشان ما تخافوش فيهم اخر فرق الان بين السيستم له درجه الدرجه هذه بتعطيني انديكيشن على تعقيد السيستم السيستم من الدرجه العاشره السيستم من الدرجه العشرين ماشي الحال فهذا يعني السيستم من الدرجه العشرين يكون معقد اكثر بكثير من السيستم من الدرجه العاشره او الثانيه يقول لي الاوردر هذا بقيس على حسب السيستم اللي عندي اذا كان الفلتر عندي اف اي ار سيستم يعني بس الباسط فدرجه السيستم هي عدد اصفار ما فيش عندي اصلا مقام فبصير الاوردر تبعت الاف اي ار سيستم ايش هي؟ الامر ماشي الحال فهي ايش؟ الاوردر تبعته ايش تعريفها؟ الدرجه تبعته الاوردر ايش هي؟ الاوردر از ايش؟ نمبر اوف ايش؟ وزيروز صحيح؟ بينما في الاي ار سيستم هي عدد جذور المقام هي اللي بتحدد ايش؟ الاوردر تبعت السيستم فالاوردر تبعت السيستم ايش هي؟ الاوردر از ايش؟ نمبر اوف ايش؟ بوز بوز تمام؟ تاني اخذنا الان اللي هو ايش احنا؟ اخذنا انه السيستم ممكن تنقسم لنوعين اف اي ار معناته اللي هي الريسبونس تبعها بيبدا من الصفر وبخلص على نقطة زمنية معينة او اي اي ار بيبدا من الصفر وبخلص لمعنى نهائي ايش الفروقات الثانية؟ الاي اي ار سيستم الكيرسيف سيستم الاوتبوت الحالي بيعتمد على الاوتبوت قبله واللي قبله على قبله وهكذا بينما هذا نعمل كيس الاوتبوت الحالي بجيبه على طول مباشره مش عندي بس
استناش جوه الجيش ده وما طلعش ارقام السابقه. هذا ايش ما بنرجع للمقام، هذا ايش جذور في المقام. من هذا الكلام بقول ان الاوردر تبع هذا الفتره هي ايش؟ ام عدد جذور او عدد الاصفار الموجوده فيه، بينما احيانا الاوردر هو ايش؟ ان هي عباره عن ايش؟ عدد جذور المقام. تمام؟ طيب الان خلصنا احنا المقارنه بين الاف اي ار والاي اي ار. نيجي نتذكر مع بعض بس اخر يعني 5 دقائق او 10 دقائق من المحاضره ايش انواع الفلاتر اللي في الدنيا حسب الوظيفه. بنعمل كلاسيفيكيشن بيزد اون ايش؟ فانكشناليتي. فانا بدي اشوف ايش انواع الفلاتر اللي عندي. طبعا بتبدا من الانالوج وروح للديجيتال. تمام؟ بتبدا من الانالوج وروح لايش؟ للديجيتال. ايش انواع الفلاتر يا شباب؟ فلتر بسمح بدخول السيجنال الترددات تبعتها قليله، لوبلس. كيف شكله هذا؟ كيف الباسبورت تبعي؟ بقول لك هذا علي بيرجع جنابين يا شباب. ايوه صدق يا مرحبا. طيب ماشي. فهذا انا بصم الجزء الموجب مش الجزء السالب، عارفين انه في سيمتري لو حطيت مراية هنا مش هيشكل الفلتر، الفلتر ايش ماله؟ بس لانه هذا الترددات السالبة ما بتعنينيش كثير كون الفلتر لانه انا اللي هي ايش مش تخيلية هذه السالب صحيح؟ بس انا ببقى عارف انا قاعد برسم زي هيك ببقى عارف انه الشكل تكملته كيف حتكون نفس الشكل هذا بس وين؟ في الناحية الثانية. فالترددات اللي هي اقل من اوميجا سي ايش مالها؟ اي اشاره بتربط ايش؟ عارفين ار ايش بيساوي؟ واي اوف اوميجا ايش بيساوي؟ اكس اوف اوميجا في مين؟ في اتش اوف اوميجا. فهو الانبوت عندي اما بنضرب في واحد معاه بيتا، واحد بيتا بنضرب في قصر. تمام؟ فهذا ايش بسميه؟ هذا الترددات ايش مالها قليله بنسميه ايش؟ لو باس فلتر او باختصار ايش؟ البي اب لو باس. العكس لو كان الفلتر هذا بسمح بالدخول اشارات لترددات عالية ايش بسميه؟ هاي باس كانوا معاه بس بوصل بس بوصل اختصار اسمه باس مش الحال. فهي ايش؟ بقدر اقول عن هذا الفلتر ايش معناه هاي باس. طيب هذا الفلتر الثاني اللي هو ايش؟ بيسمح بدخول حيز حيز الحيز بالانجليزي اللي هو باند نطاق من الترددات باند ايش؟ باند فلتر. هذه بوابات الاساس فيها السماحيه بالدخول. يعني الفانكشن انا بعمل الديزاين لها بدي اشارات معينه دون من غير عن غيرها انها تفوت. فانا بعمل الديزاين لها بحط في بالي انه انا بدي اشاره معينه تطلع معي على الاوتبوت، الاشارات الثانيه بتعنينيش ماشي الحال؟ في نوع رابع مختلف عنهم انه هو الاساس فيه المنع، انه في عندي اشارات مزعجه فانا بحط ارقام الهوايه تبعتها على اللي على 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 المعبر بقول هدول الناس ايش ما يدخلوا يقابلوا مخابرات ممنوع ايش؟ قولوا ايش؟ بشكل قطعا بشكل على حسب طبعا الدولة. إذا مصر بيكونوا ايش؟ بيكونوا مسلمين، إذا دولة تانية بيكونوا حالة. أوميجا سي واحد ايش؟ أوميجا سي هذا ايش معنى؟ الترددات من هنا ما بدي شيء اياها، الترددات مزعجة بتعمل لي مشاكل. لو دخل أنا كيف بمنحها وضربها بايش؟ بالصفر، ايش بسميه سيستم؟ باند ريجكت أو باند ستوب. باند ريجكت أو باند ستوب. او بسميه بي سي اف. تمام؟ هذه كل الفلاتر اللي انا حتى شباب ايش هي؟ انالوج فلتر. لو بدي احولها للديجيتال بس تكون في بالي ايش هي نقطه مهمه ايش هي؟ انه انا في الديجيتال ما مش ماشي لمال النهايه لانه بضل يتكرر الفلتر صحيح؟ فانا بس بيلزمني وين؟ بس اعلى تردد عند الباي. ليش؟ لانه انا بعتبر الفلتر شوي لوي باي سالس باي لباي. اه بس من صفر ل 2 باي بس تخبطنا شوي الان. خلينا من صفر ل 2 باي. لا
اعتبر انه السيستم عندي مثالي باي لباي، ايش حصير عندي فيه؟ بالانواع الاربعه اللي حختلف معي هذا النوع وهذا النوع، هذول بالشكل تقريبا حيظلوا نفس الشكل. ماشي شوف كيف بيختلفوا، ماشي؟ فنمسح بس هنا ونخلص هذا نخلص فيها من بعضها ان شاء الله. وين هو ايش؟ المكافئ بينها بدأ على اليوتيوب الكلام بعدين بطلع على المصدر واضح واضح هذا الكلام وروح لوين انت بتقرب هذا ايش معنى لو بس ايش طب ايش الشباب اللي بعت لي حكي معي يا شباب هذا الكلام ايش حيكون هم يصير بس انا مش باش انا من هيك دوران وصل وصل انا عارف انا عندي هو ايش وهيك ايش هو هاي سباس والنوع الثالث شايف اللي كثير حيكون ايش؟ من اوميجا سي 1 اوميجا سي 2 واحد من وين؟ باد بوي ماشي الحال؟ وهذا مش حيكون كيف شكله؟ من اوميجا سي 1 اوميجا سي 2 واحد من ايش؟ واحد صفر وهذا ايش؟ كل الانش وهذا ايش معلوم؟ الانش سميناه هنا كان بس طب فلتر وهذا هو ايش؟ تمام؟ تكون خلصنا المره الجايه بدنا نبدا في الديزاين